منع قرآن الفجر. ليه هو بيرضي مين بالأخص؟ يعني بيرضي مين؟ بيرضي النصارى يعني ولا خوف من النصارى؟ قرآن الفجر ده قرآن ده شفاء للمسلمين، شفاء ونقاء للمسلمين. أنا عايز أسمع القرآن في صلاة الفجر. ليه أنت بتمنع؟ ليه منعت صلاة ليه منعت القرآن بتاع صلاة الفجر؟ ليه أنت خايف من مين؟ عشان أنت انقلابي فدايما خايف، خايف من حد أعلى منك. مين اللي أعلى منك؟ عسكري؟ عسكري ده برضو انقلابي. خايف من نصراني؟ خايف من توادرس؟ توادرس ده راجل خاين لدينه إن كان هو عنده دين، لأن هو أصلا انقلابي. خايف منين؟ خايف من أمريكا؟ خايف من إسرائيل؟ ليه؟ ليه أنت بترضي أمريكا على حساب مين؟ على حساب الدين؟ ليه بتمنع قرآن الفجر؟ احنا طبعا وزير الأوقاف الجديد ده احنا ما نعتبرش وزير أوقاف، نعتبره وزير كنيسة، مش جاي، مش عمره ما يعرف حاجة عن الدين. إنه يمنع قرآن ربنا يسمع في الشوارع، كبرات الصوت في التراويح، كل دي كل يعني مواسم والناس بتستناها، كل الناس والبلد مصر كلها بتقلف هذا الموضوع. وقبل شهر رمضان بشهر كل الناس بتدور على اللي يصلي بيها الصوت اللي هو كويس، اللي هو يوصل يعني للناس الخشوع، ويوصل لهم يذكرهم كده بأيام رمضان والقرآن. وده شهر القرآن، لما يوقف في حاجة زي كده هيقول له ربنا ايه ده؟ جاي ده، دي ناس جاية تحارب دول ربنا. ده وزير جاي من سلطة انقلابية بالطبع، يعني بينفذ أجندة تبع عبد الفتاح الكلب السيسي الخسيس. فهم دول إن شاء الله يعني ربنا ينتقم منهم في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله، يعني ربنا ينتقم منهم. وهنرى إن شاء الله ده قريبا بإذن الله تعالى، وسوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يحارب دين ربنا. والله يا قرار وزير الأوقاف عن منع قرآن الفجر في مكبرات الصوت، يعني قرار صراحة للأسف الشديد. هو مش مستغرب على فكرة، يعني الناس دي احنا ننتظر منها مزيد من ذلك. يعني انت في مصر فيه انقلاب يعني قلب الحقائق وقلب المفاهيم، فلما تشوف قرار بالطريقة دي فما تستغربش، ما تستغربش اطلاقا، لان هو ده المعتاد عليهم. المعتاد عليهم ان هم كل حاجة يقلبوها العكس. فقرآن الفجر ده احنا اتربينا وطلعنا نسمع القرآن ده، يعني صراحة يعني الله اكبر، يعني بيبقى له شيء غريب في النفس يختلف عن بقية اليوم كله. يعني احنا بنسمع القرآن طول اليوم والقرآن كله معظم عندنا، ولكن في التوقيت ده بالذات بيكون له يعني وسام جميل جدا، له يعني فرحة في القلوب، له طريقة جميلة جدا في وقت يعني الأمور فيها هادية جدا والناس نايمة، الدنيا كلها مستقرة والحال هادي. فالقرآن له رحمة عالية جدا في التوقيت ده. فإغلاق أو منع قرآن الفجر في مكبرات الصوت في التوقيت ده، ده شيء يعني احنا ضده جدا، واحنا بنختلف معاه كل وجزئي، وده يعني مش هنقدر نقول غير كلمه واحده بس، حسبونا الله ونعم الوكيل. دي مش الغاء لمكبرات الصوت، دي تمهيد لحرب على دين، لحرب على الغاء اصلا التراويح، الغاء قيام الليل، الغاء صلاه العشاء. هنا ده بيحاربوا شهر رمضان المعظم، بيحاربوه لانه اصلا شهر رمضان هو ممكن هو هيضرهم، لان عارفين ان في الشهر ده الناس ايمانياتهم بترتفع، الناس ايمانياتهم بتزيد. فعلشان كده بيبداوا الحرب واحده، بيبداوا الحرب بالتسلي. هي دي بقى وزاره الاوقاف بتحارب الدين. لما تكون وزاره الاوقاف ذات نفسها بتحارب الدين، يا بالك بقى بالناس التانية تعمل ايه؟ يعني انا كده ما نحسش بصلاه الفجر، بنصحى الصبح نصحى نلاقي الفجر التاني، وما نعرفش الاذان جدا ولا لا، يعني بنصحى نطلع علينا النهار ما نحسش الا النهار طلع علينا. دلوقتي منع الاذان ومنع القران في الجوامع،